تحياتي للجميع، كيف حالكم؟ بدي احاول اتابع انا بالنسبه لبعض الفيديوهات اللي احنا عملناها بخصوص المشاكل الاقتصاديه. احنا حكيت انا قبل هيك ليش احنا ما بنقدر مثلا نصنع سيارات في الشرق الاوسط، لانه مثلا تكلفه صناعه السياره اغلى بكثير من السعر اللي بتنباع فيه بالسوق، وبالتالي احنا ما بنقدر انه نبيع ونتعامل بشكل اقتصادي مع المنتجات اللي ممكن احنا ننزلها بالسوق. يظل قميص سعره بالسوق اغلى من سعر التكلفه، او سعر التكلفه على الشركه اعلى من سعر القميص في السوق اللي انت ممكن تستورده من الصين مثلا. بهاي الحاله بكون الانتاج غير اقتصادي وما في له جدوى، والشركه بالنهايه راح تفلس وتسكر لانه ما بتقدر انها تنافس بمثل هذه الاسواق. طيب شو نعمل؟ اول اشي بحب احكي لكم، احنا ممنوع عنا الواحد يعمل فيديوهات وهو سايق، فانا واقف والسيارة في الباركينج وانا في باركينج، فيعني ما تقلقوا علي، انا ما عمالي بسوق وانا عمالي بعمل فيديو. شو الحلول اللي احنا مطروحة على اساس انه احنا نحاول انه نعمل انتاج اقتصادي نقدر ننافس فيه، او حتى نقدر انه نعمل صناعة يعني معينة اللي تكون إلها نقدر إنه نوقف فيها قدام مثلا الاقتصادات العالمية يعني الكبيرة زي الصين والهند والشرق الأقصى بشكل عام، الصناعات الأوروبية، الصناعات الأمريكية، صناعات حتى أمريكا الجنوبية، كل دول العالم بتعمل صناعات إلا دولنا إحنا الحمد لله. شو الحل؟ الحل إنه إحنا لازم نكون متميزين بالصناعات اللي بدنا نعملها. يعني لنفرض إنه إحنا في عنا مثلا حابين ندخل على صناعة السيارات، ما بنقدر ندخل على صناعة السيارات هيك، يعني مش أي صناعة السيارات بشكل مثلا اقتصادي أو على مستوى كبير إنه إحنا ممكن ندخل عليها. شو الحل؟ إنه إحنا بنحاول إنه نعمل صناعة السيارات هاي بشيء مميز جدا. كيف يعني؟ يعني مثلا بنروح للسيارات اللي هي الرفاهية العالية جدا، إما إحنا بنصنع مثلها رفاهية عالية جدا بتكلفة أقل، أو إحنا بنصنع لها قطع هايلي كاستمايزد، يعني متقنه ومصممه بشكل خاص بس لناس معينين، يعني زي ما تقول تفصيل خاص. نادر جدا ما انه الشركات الكبيره تتطلع لهذا السوق. ليش؟ لانه بكلفهم كتير، لانه في كاستمايزابيليتي كتير. لما تكون الشركه صغيره بكون بامكانها تنتج بهذه الطريقه، لكن لما تكون الشركه كبيره بتحاول تنتج بشكل اقتصادي، فبتبطل تفكر بقصه الكواليتي ممكن تنزل، لانها بدها تفكر بالانتاج، بتبطل تفكر بقصه مثلا الكاستمايزابيليتي اللي هي القدرة على تفصيل شغلة معينة. يعني أنا مثلا بدي دريكسيون للسيارة يكون اكستريملي سبيشال، متميز جدا عن أي شيء تاني موجود بالسوق، بدي أصممه بشكل ما حد تاني بيقدر يعمله بالعالم، بدي أعطيه لمحة فنية مش موجودة بمكان تاني. وهيك إحنا بنقدر إحنا نبدأ نعمل صناعات إلها قدرة على المنافسة على مستوى عالمي، في حين إنه إحنا ما عندنا قدرة في المنافسة في اتجاه الاقتصاد من ناحية اقتصادية، يعني إنه إحنا ننتج بكميات ضخمة اقتصادية جدا. ممكن نعمل إحنا اللي هو حركات التفصيل، أي شيء إحنا ممكن نفصله بشكل مميز ممكن نعمل من وراء صناعة كاملة. يعني لو فرضنا إنه إحنا في يوم من الأيام قررنا إنه نعمل صناعة لنظارات سبيشال تفصيل بس موجودة عندنا، بس إحنا اللي بنعملها، ما حد تاني بيعملها بالعالم، من مادة مميزة جدا، من الخشب اللي خشب الزيتون اللي على جبل مش عارف وين، ما فيش مثله بالعالم كلياته، له خاصية مميزة، إنه هذا مثلا الزيتون اللي مرت جنبه غنمة أبو سعيد. خلص، شغلة مميزة ما حدا بيقدر يعمل زيها. وهذا الإشي هو اللي ممكن نبني عليه صناعات مثلا مميزة، تسمح لنا إنه إحنا إيش؟ نكون اقتصاد جيد بالاعتماد على صناعات التفصيل هاي. طبعا بالامكان كمان انه احنا نحاول انه نتنبأ بالمستقبل ونحاول نعمله. كيف يعني؟ يعني نروح ندور على اشياء مثلا الناس التانيين مش قادرين يعملوها او ما عم بفكروا يعملوها. لنفرض انه في فكرة انه احنا نلعب لعبة الانجري بيردز. هلا الانجري بيردز فكرة كويسة، بس لنفكر احنا لو احنا نطلع 5 سنين لقدام كيف ممكن يكون شكل Angry Birds، وبدل ما نبدأ من الصفر نعمل Angry Birds تنافس Angry Birds، لا بنط احنا نعمل Angry Birds اللي بعد 5 سنين رح تكون، او شغلة زي Angry Birds بعد 5 سنين. علشان ايش؟ علشان احنا ما نقعد نتنافس في نفس المكان اللي الشركات الضخمة والعملاقة والدول المتقدمة already ربحانة فيها، لا بتصير نتنافس معاهم في شيء لسه هم ما عملوه، وإذا هم دخلوا على السوق هذا راح يكون في عندهم نفس العقبات اللي راح تواجهنا.
وبالتالي لنفرض انه احنا بدنا ننتج تليفون اندرويد ممكن، لكن بشرط انه احنا ننتج تليفون اندرويد اللي مش رح ينزل اليوم، بل تليفون اندرويد اللي رح ينزل بعد 5 سنين او بعد سنتين على الاقل. بتعرف احنا اللايف سايكل تبعت الاشياء الالكترونيه كومبرست كتير، مش زي الاشياء الملموسه او تانجبل الثانيه. وهذا هو التفكير، انك انت تفكر وين الناس رح تكون وتنط تحاول تقطع عليهم الطريق، لانه هم في مرحله الريسيرش اند ديفلوبمنت، لساتهم في اول مراحل الانتاج، وانت تنط لهم بالمستقبل وتبدا تشتغل في مراحل الانتاج اللي هم عم بدهم لسه بدهم يشتغلوا فيها. بالاضافه لانه هم عندهم نقطه من غير صالحهم، انه هم ما بدهم، اذا خصوصا عندهم منتجات ناجحه في الوقت الحالي، هم ما بدهم يدمروا السوق تبعهم. لكن انت من مصلحتك اذا بدك تدخل تنافس على سوق معين انك تدمر السوق هذا على اصحاب الناس اللي ربحانه منه، فبتنط انت على اللي بعده. يعني مثلا انت نينتندو وعندك انتاج كبير كتير، مش معقول تنزل نينتندو رقم 2 قبل ما انت تلم كل ارباحك الممكنه من نينتندو رقم 1، في حين اذا انت كنت سوني لا، انت بدك تنط على الجزء اللي بعده. علشان ايش؟ علشان تخرب السوق على نينتندو على اساس انك انت تصير تنافسهم فيما سوف يكون، مش في الحال، مش هلا، انا بدي انافسك في المستقبل. واحنا التنين عندنا الادفانتج لنا، احنا التنين متساويه تقريبا في المستقبل، اللهم ان انت عندك خبره اكثر في الانتاج. هاي هي الطريقه اللي ان احنا شركاتنا او دولنا ممكن انها تدخل وتبدا تعمل انتاج بشكل اقتصادي على مستوى العالم، وعلى مستوى يسمح لنا انه احنا في يوم من الايام نصير دول اقتصاديه ويصير في الها مجالات. طبعا اسوأ شيء ممكن تعمل الدول تبعتنا انها تزيد الجمارك، طبعا حاليا ممنوع، ما بتقدرش تزيد الجمارك يعني حسب الاتفاقيات العالميه، تزيد الجمارك على المنتج الخارجي علشان تشجع المنتج المحلي. طبعا هاي يعني صح، هي بترضي الناس اللي في داخليا، لكن المنتج المحلي هذا بيطلع برا ما له اي قيمه، ما حدا بيشتريه، وبنصير نلعب على بعض احنا، بس انه الدوله بتحمينا من المنتجات الخارجيه اللي هي عاده بتكون افضل جوده وسعرها احسن، لكن لانه في عليها جمارك احنا مش قادرين نسوقها محليا. على العموم هذا هو اللي حبيت انا حلول بعض الحلول الاقتصاديه للمشاكل العويصه اللي موجوده احنا في منطقتنا. واذا في عندكم اسئله اسألوني وأنا إن شاء الله راح أجاوبكم عليها. تحياتي للجميع، ضلكم بخير. سامر الصالحي.